يا دار يا دار، سكنتي خيالي في غربتي، ما انتي قصر، ما انتي بنية بالرخام، فارقتك ودعتك طاح الصح، وراني رجعت ومانيش فاهم علاش رحت وعلاش وليت. فارقتك على جال بابا اللي غادر وغدرنا وسمح فينا، على جال يما اللي كرهت لي حياتي تعس فيا الليل والنهار، في رقادي في ماكلتي في قعادي، وين كنت يا رشيد؟ وين راح يا رشيد؟ علاش راك واقف يا رشيد؟ علاش راك قاعد يا رشيد؟ يما مسكينة لعب بها الزمان، عطتنا كل شيء وما نتمنى حتى شيء، على جال طاوس ديك الوريده المحرومه من الهواء، حزلا روحها من حيوان الدجاج نتاعها، رحت وليت وحتى حاجه ما تبدلت في هاد الدار. طاوس مازال عايشه مع خيالها، يما مازال معيطها، وبابا مازال ويغز في سنيه. طاوس عيطي لخوك اللي يجي يتعشي. ما عليك. رشيد رشيد. واش؟ هيا. واش درتو؟ شربة وشربة طول العام. وفداوش وديما فداوش. ديما ها محبات زيتون تحبيهم الشاهية. ها شاهية ها برك. مضغ الماكلة قبل ما تبلعها توجعك هكذاك، مشي مليح تبلعها بلا مضيغ، مضغ مليح. على الأقل باش تسبن الماكلة. يمضغ رشيد. حرمتينا من اللقمة بالنصايح نتاعك. واش بك تعزي فيا كي البومة؟ لمدي غصريت. شي عيف في هاد الدار يا عيف. قلت العقل والنخوة كي باباك، ما على باليش راك حاسب روحك تهدر تشوف شوية. وين راك رايح؟ مازال ما كملناش الدور. مانيش جيعان تروح تكيف قارو. راك تتكيف بزاف ها؟ نروح نجيب الفاكهة. لا لا انت يا ريحي ما ديري والو اليوم، اي ريحي. يما راني واقفة، علاش تعيي روحك؟ قلت لك انت ما ديري والو اليوم، بقاي مرتاحة وجملة سرك الخطاب. ينزلوا من سما الخطاب، هذاك ما يخصني غير الخطاب. اوه ما تدريش يا عزيزتي يا. ساعات الخطاب يجي وبلا ما يدري الانسان. يا حسرة كي نفكر ايام العياد والراحة، كان الخطاب يزدحموا قدام باب دارنا. الحكاية نعرفوها. خليها تحكيها رشيد. وتزيد تحكيها تاني. احكي يما. واحد النهار امكم هذه راكم تشوفوا فيها جاو يخطبوا فيها 17 شاب، حتى ما كفوناش الكراسه، راحت الخدمه تسلب من عند الجيران. ايه كي تفكر بابا كان يخليك تسقب لي الشبان. معلوم مال جدك فحشوش. ما كنتش مشهوره غير بالزين والقدر الرشيق. كلامي كان حلو، القصره نتاعي كانت ما تشبعش خلاص. بنيت القصرة ما عندي ما نقول، ها حقك. ذكري كنا نعرفوا نهضر اختي ماشي كيما درك. كيفاش كان كلامكم؟ كلام ساقط عمره ما يخرج مفهومنا، بالعكس. وكان غير فلان وفلتان طامعين يتزوجوا بينا. ايه كنت تفكر.
كان الهاشمي هذا. الهاشمي هذا رجع شخصية كبيرة في الدولة. إيه. وكان عمار. عمار هذا أغرق في البحر. إيه أغرق في البحر وخلى مرته 500 مليون دينار. وكان الصويري. كنت فكر الصويري. الصويري هذا مات مقتول. وكي لقاوه الصويرة تاعي محتفظ بها حدا قلبه. وكان وذوك لو كان نبدا نحكي ما نحبش كاع. كما يقولك في الاخر صانع مفطر على جرانا. في الاخر اخترت بالك ومتزربع كل شيء. يعني قلت لك ما ديري والو يا طاوس على ما تسمعينيش. قلت لك ما ديري والو وراني حاسه وعارفه بلي الخطاب ما يحطلوش ويجيو وانا عليها. ما نظنش يا يما ولا حد يجي ولا حد. راك انت حقا اذا ما جا حتى واحد عارفي بلي الدنيا تقلبت ولا زلزال ولا طوفان ولا عاصفه واقفه في طريقه والله اذا ما جاش. لا عاصفه لا زلزال ولا طوفان. شي سهل الزهر اللي كان عندك مفقود عندي هذا ما كان. مسكين عمك تخاف نرجع بايرة ونبقى بلا زواج. يما بقيت كان لقيت غار نتاع فار كنت ندفن فيه روحي للابد يا طاوس. وعلاش يما واش كاين واش صرا؟ شحال في عمرك يا طاوس شحال؟ عمري تعرفي خير مني. راكي كبيره وتعرفي صلاحك راكي فين قام الزواج. يما واش بيك واش وقع لك؟ واش راه صاري في هذا الدار يا رب؟ يا رب استر يا رب. يما واش كاين؟ ما سيتي قولي لي واش صرا؟ واش كاين؟ اليوم وانا رايحه للجمعيه الخيريه توقفت في طريقي في المدرسه نتاعك باش نسقسيهم على قرايتك وباش نقول لهم على الغياب تاع نهار الاربعاء كي ما رحتيش تقراي. قالوا لي ما عندناش الطفله مش تقرا عندنا هذه. قلت لهم كيف هذا؟ ربع شهر ملي راهي بدات تقرا عندكم. جبدوا الدفتر تاع الحضور لقاو اسمك يعني ستارس مع كاع الايامات الغياب اللي ما كنتيش تروحي تقراي فيهم. نطقت الشيخه تاع الدكتيل وقالت لي تفكرت بنتك من قوه ما كانت تستحي كانت دائما تغلط. ونهار درنا اول امتحان تقيات وتغاشات ومن هاك النهار ما كانش خبرها كاع. قريب تغاشيت حسيت الدنيا تدور بيا. الدنيا تدور بيا. 1555 دينار يا طاوس راحوا باطل وكل املنا واحلامنا غبره ودات الريح. وكنت تروحي كما بعد ما تروحيش تقرا وتروحي تروحي. خليني نهضر معاك طاوس. كنت نروح نحوس هذا ما كان. في هذا البرد تلعبي بصحتك تحوسي في هذا البرد. مره على مره نروح الجنينه من الخمسه ونص للسبعه تقعدي في الجنينه باش تقولي كي تقراي. ساعات كي يقصح البرد ندخل المتحف غير باش تكبي عليا. انا يماك يما نحب نصالحك بصح همك ولا كلمه ولا كلمه. شفتي صارحني نقصتني شجاعه يا يما باش نصالحك على كل شيء. ودرك واش ندير؟ ها؟ نبقى ونتفرجوا على التاقة على الرايح والجاي؟ ها؟ ولا نلعبوا بالحيوانات تاع الزجاج نتاعك؟ لا لا، نسمعوا الاسطوانات الراشية اللي خليهم لك باباك. يعني على بالي شفت. شفت واش يصير للمرة اللي ما عندهاش مهنة. المرة اللي ما قراتش الزمان حساب عندي ما شفت. شفت ضحايا المجتمع المتخلف. هجالات ومطلقات واللي يسميهم باستهزاء بايرات. على خاطر شابوا بلا رحمه وبلا حنان وبلا بلا والو. عندي ما شفت شفتهم عايشين على نفقة زوج خدهم ولا على مرت خوهم وعايشين عايشين شابعين تماره واهانه. عادرينهم كي القبر المنسي عايشين كالعصفور اللي ما عندوش عش يكبدوا في الخبز اليابس خبز الذل. هاني واش شفت؟ اللهم يزيان سعدك هذا ما كان. اللهم يزيان سعدك وتزوجي هذا ما بقى. يا طاوس عمرك ما تلاقيتي بشاب عجبك ظريف ولطيف؟ ها؟ مرة وحدة مرة في المسيد.
ما كناش في قسم واحد، كنا مع بعض في لاكوران. تلميذ هذا انا كان؟ كان عيط لي زويبشة. زويبشة؟ كان يقول لي صوتك ماهوش جوهري، هاو هنا. يظهر عليه متفتح؟ كان خطيب ليندا، وقيلة تزوج بها. تزوج بليندا، إما لا ما عليك غير تتزوجي هذا ما تبقى. يما، وشنو ثاني؟ واش كاين؟ يما، ما تنسيش باللي أنا معاقة. ماحشي معاقة، ما زيديش تنطق هذه الكلمة. جميع الناس عندهم نقص في خلقتهم، وعوضوا هذاك النقص بحيوية أو شخصية قوية أو سر أو. السر يا طاوس. السر كان بابا كنت متعبيه يا طاوس. وش من سر؟ وش من سر؟ وش بغيتي عندي دوك؟ ما تستحيش يا واحد المسخوط. ايوا وليت مسخوط ها. وتسب قدامي يا ربي العالمين. يا ماك اللي ولدتك وكبرتك. وش بغيتي نعمل؟ ضيعت عقلك. عقلي انت اللي ضيعتي ولا انت؟ اش بك هبلت ولا وش ما بيا والو؟ ما ترفعش الصوت نتاعك عليا. ما بيا والو، ما عندي والو في هذا الدار. قلت لك ما ترفعش الصوت نتاعك عليا. المكتوب نتاعي ما سبقوش من يديك وستين ما جلدت وزيد وزيد. هديتهم مين؟ هديتهم هما وكل كتب هذو اللي ضيعوا لك عقلك في هذا الدار. الدار الدار، شكون اللي يخدم عليكم في هذا الدار؟ شكون اللي يخدم كي يبغي يعجيكم في هذا الدار؟ يا برك ما تنهبل ما عندك حتى حق عليك. ما عندي حتى حق، حقي الوحيد وما نملك حتى حق في هذا الدار. اسمع لي مليح. تعالي دمر للراس. اسمع لي كلامي تحب. راني خارج. تقعد هنا. خارج 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 يا دمر. راح نمشي تحت. شو ما تقولش كيفاش تندم عليك؟ حملتك بزاف. وانا عند بالك باقي فيها مازال نتحمل. في رايك انت ما كانش فرق بين الشيء اللي راني نعمله والشيء اللي راني نتمنى نعمله. انت راك حشمان بحاجة عملتها انت. كيفاش رايح تدخل لي في راسي باللي كل اللي راك في السينما؟ هذي غير المهبول اللي يدخل يتمايل ويتمتم وحده بوحده، ومن بعد ثلاث ساعات رقاد تروح تخدم. واش ما خدمه تقدر تخدمها؟ بلا شك الدار رخد، وكل هذا على خاطر ماكش في حالك الطبيعيه. ايه ما ماكش في حالك الطبيعيه تاع الصح. ولو كان يحرزوك من الخدمه خممت على هذا الشيء. ايوه كيفاش راح نديرو؟ ايوه هذي قتلوا من رقدو، قتلوا من رقدو تاع الصح هذي. اسمعي اسمعي، ظني نعشق فيه زين. يجي في بالك راني مغرم شركة صبابط، ولا يجي في بالك راني باغي نقضي 55 سنة من عمري بين ربع حيوط. كي نهارات كي نوض الصباح نفضل يهرس ولي راسي بالنهراز، ولا نرجع للخدمة. الخدمة الموت الحمراوي، وكل اسمعك تعيطي في ودني الصباح لله. نوض على الموتى، نوض على التراب، دمي ينشف. قول يا ريت يا ريت انا ميت، ميت من الموتى اللي ماشي محتم عليهم الا ظلمتلي. حملوا البرد على جلكم جات على الضرام في الشهر. سمحوا في احلامهم واملهم، تلصقي فيها تهمه العنانيه. انا اناني، انا نحب نفسي. ما عندك غير هذيك الكلمه فمك تقوليها. لو جيت انا اناني ونحب نفسي، انا غادر ولي غادر هو في تلتم خالي. وراك راح السينما تكذب. ايه نكذب 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 نكذب. كي نخرج من العرفتي ونروح روح للمحش تاع العفيون الشيره والكيف. انا نخدم في المافيا وزين تاع الصبابط والعشيره في المافيا. انا قتال كبير، قتال بالاجره كيلو راكاش. عندي رشاش في غلاف كمانجا، انا يسموني رشيد الرشاش. عايش دائما في محلات القمار ونبزع اموال كثيره كثيره في الرولات والبكاره. اسمعي اسمعي نوصيك، عدياني هدوني باش يهدموا هذا الدار في النهار من النهارات. يوثقوا نفس ما السابع، ولا ذاك النهار نكون فرحان بزاف بزاف. كي نشوفك يا شيبه النار يا سحر النحا، تتقلبي انت و17 خطاب نتاعك في جحيم العيس الجار، وصار لكم يطيروا في الشرق وفي الغرب. بابا عنده الحق كي راحوا خلاك يا واحد السحاره. دعوه الشر دعوه الشر تلحقك الدار سلاتك. مادام عاصيني وما طلبش مني السمح. صار ولا خليني
واش بيك رشيد؟ راح للمفتاح. راح لي غير هنا. ادخل ادخل. وين كنت حتى لهذا الوقت؟ وين تحبين نكون؟ كنت في السينما كنت. رشيد بلا عقل. واش كاين بلا عقل؟ واش كاين؟ باش ما تنوضش يماك. حتى ننتقم منها ومن حياتها. نوض يا المرتا. نوض يا ردي تحت التراب. رشيد خليك يا خويا خلاص بلا شكون هذوك الزهر. رشيد. رشيد الليل كامل في السينما. بروغرام كان طويل. ميكي موز وفيلم مع مارلين ديتريش والاخبار والاحداث المصوره والدعايه على الفيلم اللي جاي. ومن بعد صار دواس كبير بين مرا سميلينا بابا جينا ولي قطع التيكيات. ومن بعد جابونا واحد السحار كبير ولا غير نسيت اسمه. سمعي دار حاجات غريبة. حول الماء من الكاس للكاس. الماء ولا الشراب. ومن بعد بيرة وفي الاخر كامل ولا ويسكي تاع 12 سنه في عمره. سحر طلب كاش واحد من المتفرجين باش يساعده. طوعت طوعت طوعت. هدالي هدالي محرمته السحريه. يا ودي راه فوق قفص تاع البلابير يرجع حوت احمر. تحي المحرمة هكذا الحوت الأحمر يولي بلابين طير في السماء في السماء السماء. طاوس سمحي لي على المقبلات قصلك لك على وجهك كنت زعفان ما كنتش مليح. أنا الحاجة اللي ما فهمتهاش هذاك الساحر دخل في واحد الصندوق يجبر صنادق تاع الموتى صمروا عليه دقيقة ولا زوج ويخرج كي عفريت ولا ما قالوا حتى مسمار ولا غير حتى مسمار. حبيت تقولي في الراس انا هاي تخمل والو خمت خمت والو. طاوس طاوس بالك تنودي المصيبه مصيبه هادي. روحي لودي روحي مصيبه. على انسان يدخل داخل الصندوق بصح انا واش ما فهمتش كيفاش يخرج منه. ما حبيت تدخل لي في دماغي ما حبيتش تدخل لي في دماغي. طاوس دماغي دماغي ومعايا شوفي دماغي دماغي معايا. صباح الخير خويا رشيد. صباح الخير. تصبح على نوض الموتى نوض اللي تاع التراب. رشيد هيا نوضوا يا الموتى راكبين تحت التراب نوضوا. طاوس طاووس انا عام روحي عيطي عند راس خوك ونوضي روح ما عليه. طاووس انا عام قولي له القهوه واجده ما عليه يما. رشيد 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 نوض الساعه قرب سبعه ونص. صباح الخير. اسمع خويا رشيد الله يسجيك هضر معايا يما ما تخسرهاش اطلب منها سمح لك يماك هي اللي بدتني ونيفتني. الله يسجيك يا خويا طاووس انا عني يما. واش عملتي شغل قلت لك عليه ولا نشيلو انا برجلي ما عليه يما انا رايحه. الله يسجيك وانت واش حالك اذا بقات هكذا يعيشك خير يعيشك يا خويا رشيد. اسمع ما تنساش هم حوايجك. زبده وشنو تاني؟ قولوا الزبده برك يسجل في الكارني. تعرفي ما لو كان تشوفي كمرت كي يقولوا سجل في الكارني. هيا دوك تروحي تجيبي الزبده ولا لا؟ ما عليه ما عليه. هيا روحي.
صباح الخير يما. سمحي لي على البارحة. ما كنتش مليح، كنت زعفان. تضحية نتاعي والحنان اللي خلاك تسبني. رجع ولادي ما يحبونيش ويكرهوني. لا حاشا، يعز الله قدرك. ليل ونهار وبالي مشغول بكم. نعاس طار علي حتى ركبوني العصار. صح صح، يحسن عونك. منذ سنين وانا نكافح. ما تخيبنيش يا رشيد، ما تفشلش ما تفشلش. ما راني نجرب قد ما نقدر. ان شاء الله تنجح. ان شاء الله. لك دعاوي الخير، وليدي وبنتي مطينه خاصه، خمسه في عين الحساب. كل شيء في بالي يا رشيد. بصح ماذا بيا برك لو كان توعدني بحاجه، هذا ما كان. باش يما. اخطيت من الشراب، مزيش الدور بالشراب. الشراب؟ خاطيني غير تهناي. تخافي تلفو الكرايك. لا لا يما، نحبك حلا نحبك. مش مليح عليك حلا تضرك. يما مانيش لحليب. إيه لازم نستحب بالصحه نتاعك، هذاك ما نكسبو. ما ورثنا مال ما عندنا مال، غير الصحه. لازمنا نديرو يدينا في بعضنا ويا ربي يسلكو. هو علاش قلت لاختك تروح تتقضي باش نتكلم معك في موضوع حال. واش من موضوع؟ على الطاوس. طاوس؟ إيه. عرفت بها؟ عاقله ورزينه وحدها حد روحها، بصح هاد الايامات ماهيش طبيعيه. شحال من مره لقيتها تبكي وحدها. علاش؟ إيه على جالك. هنا؟ إيه. إيه ظنها بلي ماكش مليح في الدار. ماكش مليح، تهش روحك كاع مليح في الدار، على راك تسهر وتضل برا. هذا عجب، منين جبت هاد الفكره؟ منين جبتها؟ منين جبت الافكار الاخرى؟ بصح سيرتك غريبه يا هاد الايامات يا رشيد. والله غير غريبه. آه. استنى استنى استنى، ما تزعفش، ماشي هذا الشيء اللي حبيت نقوله. على بالي ماكش راضي بالخدمه نتاعك، بصح لازم الانسان يضحي. واش تحب؟ ما نقدرش نفسر لك ونقول لك كل الامور اللي في راهي، اللي راهي في راسي. مثلا عمري ما قلت لك بلي نحب بابك. هاد الشيء على بالي به. اما لا ما تبعش طريقه، خطيك من سهره تاع الزنق. اسمع، صح كنت شرب ديك الليله ما كنتش فيها في حالك. حتى الطاوس قاطي راك تشرب وتخرج برا غير باش ما تقعدش في الدار، صح هذا يا رشيد؟ قول لي صح برك، جاوبني. يما قلت لي كاين حوايج ما راكيش قادره تفسريهم لي. انا قلبي معمر بحوايج وما نقدرش نقولهم لك. نخليو الامور هكذا ونحترموا بعضنا بعض، ماشي خير؟ ايه. وعلاه ديما مقلق وميقل؟ وين راك تروح كل ليله؟ وين وين نروح يما؟ روح للسينما. والسينما كل ليله يا رشيد؟ يما روح للسينما على خاطر نحب المغامرات، والمغامرات مصيب. مول فيلو زين تاع الصباب. اغلب الشباب يوجدوا المغامرات نتاعهم في خدمتهم ويحضروا مستقبلهم. بصح الشبان ما يخدموش في لوزينات. العالم معمر بالشباب اللي يخدموا في لوزينات، في المصانع، في المكاتب، ويوجدوا مغامرات في خدمتهم. هذا عجب. يوجدوا ولا ما يوجدوش، هما مش مولوعين بالمغامرات كيما نتايا. عفتني الوقت. وانا ثاني ماشي هذا هو الموضوع اللي حبيت نتكلم. الحق روطار يما. خليني خمس دقائق، مازالوا خمس دقائق، خليني نفهمك فيهم. اسمع، لازم نصيب خطه لاختك، هي قاعده بلا خدمه وراني نقول لك صح، راني خايفه عليها. واش بها طاوس؟ طاوس مليحه. طاوس بنت الدار، واش خصها؟ بنت الدار كيما قلت مليح لو كان جات قاعده في دار راجلها اللي عقد عليها. كيفاش؟ يا حسره، نفهمها يا طايره في السماء كاع. يوم بعد يوم تفكرني في بابك يا رشيد، كان دايما تارع في الزنق، ونهار من نهارات طار وودع وخلاني وحدي متحمله كل شيء على كتافي. انا شفت الرساله اللي جاتك من المديريه البحريه وفهمت باش راك تحلم. شوف دير واش تحب، بصح حتى يخلفك واحد اخر. واش حبيتي نعمل؟ دوك نفهمك انا ونقول لك واش دير. لما تتزوج اختك وتصبح مستقره في دارها، لما تلقى واحد يساندها ويعاونها ويحميها، روح يا رشيد، روح وين حبيت، وين هوالك، للبر للبحر، روح وين بغيت. بصح مادام ما وصلناش ليك المرحله لازم تستكلف باختك. ما قلت لك استكلف بيا انايا، لكن باختك. هاك تشوف، ديتها للمدرسه التجاريه ما دارت والو، رفقتها لاتحاد الشبيبه فشلت، ما كانت تتكلم معها حتى واحد. ودوك هي تقضي نهاراتها كامل تلعب هذوك الحيوانات تاع الزجاج، ولا تسمع في الاسطوانات الراشيه. واش حبيتي نعمل ليها يما؟ واش حبيتي نعمل؟ تغلب على الانانيه نتاعك. انت ما تفكر غير في روحك انت. راني روتار تاع الصح. مازالوا خمس دقائق. نقول لك راني روتار. استنى استنى نهضر معاك. استنى. واش حبيت؟ اسمع، شوف شوف فلوزين فلوزين، ما كانش شاب لطيف هكذا وتعرفه مليح وبخالطه. علاش؟ يخمم مليح. واش حبيتي تقولي؟ شوف كان شاب لطيف وظريف وما يشربش وما يشربش. بيكي بنتي ولا؟ يتعشى عندنا. سمعي، غير هادي اللي ما نديرهاش. في سبيل ساعات اختك يتلاقاو يتفاهموا، ربما ماكش. غير هادي اللي ما نديرهاش وما كاش منها. علاه كاينه منها رشيد؟ علاه ما ديرهاش رشيد؟ يما حضري لي قبجه هادي ديالي مليحه. حط رشيد، نكرم منك مزيه. واش كاين؟
مشات شعرك مشات شعرك مشات شعرك عباك بلي تكون شبك يكون مش شعرك خموس عليك عباك حاجه وحده برك نتمنى فيها تشبه فيها باباك يا رشيد. وشنو هي؟ باباك كان يحب روحته بزاف بزاف، كان دائما متحف. الله الله دير كيفو راك تكيب بزاف يا رشيد، بزاف عليك بزاف باكيه في النهار. علاه راك ترهج في روحك؟ علاه يما؟ ها يما؟ اه واش؟ انا عرضت واحد صاحبي جيت عشا العشيه. احلف والله وقبل العرضه معلوم راك متاكد؟ سبحان الله رشيد سرح كلامك خلك. واش حبيت نقول لك؟ وقتاش يجي؟ غدوه غدوه غدوه. تبعني تبعني. واش كاين؟ تبعني ادخل ادخل. علاه علاه تخصف فينا هكذا يا رشيد؟ علاه علاه لازمنا نقوموا بالواجب. واش بيك؟ واش من واجب؟ هذا صاحبي الموجود يكفيه. يا الراجل براني واش بيك؟ لازمنا نقوموا به، وانايا لازمني نحك النحاس، لازمني نغسل لي غيدو، لازمني نغسل فراش الميدان المطروز، لازمني ننصب واش نلبس انا اختك باش نحمروا لك وجهك. واش بيك؟ راقدك. هذا صاحبي ماهوش تاع بروتوكول. علاه علاه هذا اول شاب يتقدم لاختك مسكينه المحرومه من الخطاب، علاه دير هكذا؟ علاه؟ اسمعي ما اذا تكبري الحاله نقول له ما تجيش وخلاص. اياك اياك ثم اياك تعملها. عيب واش بيك؟ عيب تعرض الراجل ومعذور على هضرتك. هيا برك ما تمابل قعد تشوف قعد. خدوة اسمع مزية 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 اللي الكنابي مازالو جديد، فرياني دفعت عليها ما يبطلش وجيبوها لي، والفراش نعمل عليه طرف قماش جديد يزهي المنظر. شفت شفت لو كان يكفيني الوقت يا رشيد. سيدي بنتري الحيوط. إيبا كنت نجير الحيوط كنت نجير الحيوط. وش اسمو هذا الشاب؟ سالم بولغدير. سالم بولغدير على ما يظهر اسم قبلي. هذايا يخدم معاك في لوزين؟ يخدم معايا في لوزين تاع الصبابط. اسمع هذا الشاب اخي ما يشربش ولا شاد الكلام. بابا كان يشرب العوده في الغربال. معناه يشرب رشيد؟ ما نضمش. استخبر عليه مليح. ما لازمش الناس بو انسان يشرب. اسمعي كي يزيد تسميه بوزيد هذا السيد ما تخرجش كامل للدار. الا كان هو جاي يتعشى عندنا ما نعرفش عليه حتى شيء. يا خويا انا نفضل تبقى طول حياتها بلا زواج ولا تحصل في واحد يشرب وتباصي معاه. علاه؟ استغفر الله يا ربي استغفر الله يا ربي. تتقلق خير اننا نهضروا. هذا مكان هذا مكان. هاد السيد غير قلت له روح تعشى عندنا في الدار رديتي خبيتي رديتي كبرتي الحاله ما على باليش. ما خلاص 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 ما تزعفش. اسمع واش يخدم هذا؟ واش يدير؟ كونتر ماتر يوقف على السلعه. معناها مسؤول. وظيفتك انت لو كان جيت قافز شحال يخلص؟ ولا على باليش شحال يخلص. والديه مازالوا محيين. ما على باليش. انت ما تدريش بلي المستقبل يرجع يكون حاضر والحاضر يتحول الماضي والماضي يندم عليه اللي ما يقرالوش حسابه. وانت علاش ما ضمنتيش مستقبلك كي وقعتي في غلطه وتزوجتي مع بابا؟ النظره نتاعو سحبتني. النظره نتاعو كانت تبان بريئه تقول شي نتاع ملايكه. مسكينه الطفله اللي تخلي النظره تسحرها. وهذا شباب شباب سي بولغدير. قولها شباب ثاني. تعرفي كيفاش داير؟ وجهه منمش معمر باللحم ونيفو ملبزة. معليش المهم اخلاقه اخلاقه. وين هذوك اللي يعرفوا وين حطوا رجليهم؟ وين عرفت هذا الشيء؟ يقرا في الليل ويخدم في النهار. يقرا واش يقرا؟ في الخطابه الانفورماتيك ومية حاجه. فن الخطابه معناتها معول يقفز ويشق طريقه. هذا معول على زعيم حزب. هذا سور سمعي نبهك. سالم بولغدير ما على بالوش بالبيت نتاعك. انا قلت له روح تعشى عندنا في الدار وقال لي اوكي وخلاص. وانا على بالي متاكده كي تجي ينبهت في سرها وجمالها ويحمد ربي يحمد ربي ويشكروا على العرضه اللي لقاتوا بها. ما تطمعيش. علاش ما نطمعش؟ علاه؟ كل خنفوس عند مغزل. طاو سنتي وانا نشوفوا هكذا على خاطر راهي بنا وعزيزه علينا. ايه؟ تقريبا سنين الاعاقه نتاعها. بنتي ماهيش معوقه وتعرفني ما نحبش هذه الكلمه. يما يما كيما قلت لك ولا اكثر. واش معناها اكثر؟ اختي تطوس تختلف على سير البنات. الفرق اللي بينها وبين البنات اخرين في فايدتها. اسمعي الناس كامل حاسبينها شويه. عايشه في عالم اخر دائما مع حيوانات الزجاج نتاعها ومع الاسطوانات القديمه الراشيه. ما راهيش في حالها. ما علاه ماهيش في حالها؟ مالي بليس ماهيش طبيعيه. علاش ماهيش طبيعيه؟ علاه؟ حاسده روحها ساجنه روحها. وين راك رايح؟ وين؟ رايح للسينما. والسينما هذه كل ليله؟ كل ليله. خدوا يجي الكنبي الثريا. طاوس طاوس طاوس
واش بيك؟ حولتيني يا يما. سنيني. كيف حولتك هذايا؟ من بعد حمالة نتاعك. ما فهمتكش ماكش حابة تقعدي في الدار وكل ما صيب لك مخرج كي ما يعجبكش الحال. ما على باليش واش ندير معاك دوكا معايا. اصبري ها هاني كملت. وذوقي سي تشوفي صباط. واش مرتاني صباط انا؟ البسي 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 يا طاوس البسي. نحيدك خليني انا ندبر راسي. الصباط هذا يا يما كلي راح ينبني وفخ. يرحم بك الفم. الدنيا فخ ومفخوخ وجمال فخ ورجال يحبوا يطيحوا فيه. استغلي دروك. ما حبيت تشوفي روحك. ما حبيت استغلي الزين اللي عمرك ما كنتي اجمل من هكذا. شوف 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 روحك في المرايه شوف شوف. شتي شعرك شابه؟ وذوك الداله نتاعي راني محضرت لك واحد المفاجاه يا طاوس. هاي الروبا اللي لبسها انايا. تعرفي هذا الروبا لبستها كي بدا عرض القايد قويدر. ولبستها انا تعرفت بباباك اول مره شفته كنت لابستها. شابة ها؟ شابة يا نسيت كامل. اسمعي قلتي لراشد ياخذ تاكسي باش ما يجيبش راجلي يتمشى على رجلي. سي سالم بولغدير. كيفاش قلتي اسمه؟ سالم بولغدير. علاه؟ سالم بولغدير. واش كاين؟ هاكي متحقة بلي واسمه سالم بولغدير. متحقة يخدم مع خوك في لوزين. انا واش به؟ بولغدير. واش كاين طاوس؟ يما طاوس يما نقولك الصح. اسمحي لي اذا كان سالم بولغدير انا ما نقعدش معكم في الطابله. تقعدي معنا وما نعاودهاش وما طلعليش الدمار من راسها. يما راني نقول لك ما في يما تكبر على كبرية. هيا خلاص بركيني. تحلي لهم الباب وانت تحلي لهم الباب. غير هادي اللي ما نديرها. دوك تشوف ما تحلي لهمش الباب وتشوف. اسمنا يما. ما كان والو. قهوة ولا ثريا الفهم دخلوا متاعين للقاضي شوف. صح سيدي صح. علاش ما تبع دروس ليليه؟ دير موسيقى ولا انفورماتيك ولا شوف دير كيما انا تبع دروس في الالقاء. القاء تتعلم الفصاحة. وانا واش داني الفصاحة؟ واش من الفايدة اللي عندي انا؟ واش من الفايدة عندي؟ واش ترجع مستشار ولا رئيس قسم ولا؟ انا رئيس قسم. على راك اسمع انا استفدت منها بزاف. وكيف انا كل جهه تعرف شنو الفرق بين انا وانت وبين هذوك الموظفين اللي راهم يتملكوا في ماكتب تاعهم؟ وشنو نفهمها كفاءه؟ لا لا تعرف شنو الفرق؟ شيء صغير بسيط طفيف. وشنو شيء صغير طفيف بسيط؟ الهيئه والحطه اللي هما اساس كل شيء. رشيد حق اسمع المعلم هضر لي عليك. خير ان شاء الله. كيفاش خير؟ ما على بالك زعما تمسخر. ما على باليش. اسمع فيق روحك شويه والله غير تسيب روحك برا. انا راني فايق ولاباس عليا. ماشي ظاهر عليك والله ما ظاهر عليك. ما تخمش على المستقبل تاعك. ما تخمش كاع انت المستقبل اللي معاون نبني العمري ما فيه لا اوزين لا معلم لا في الخطاب تاعك. تتخرف هاك تخرف هكذا على بالك. انا مليت من هاد السينما. سينما؟ واش من سينما هذه؟ ايه سينما. شوف الابطال الكبار اللي بلعوا كل شيء لحد التخمه. العنف السياسه الحرب الخوف. شوفوا مين نشطوا على الشاشه بالنيابه عن الناس. مهمتهم يعيشوا مغامرات الجماهير والناس جامدين لاصقين على كراسيهم يتفرجوا فيهم في الضلمه. وهكذا حتى توقع حرب من الحروب ذاك الوقت المغامرات تعود تتعلق بالجمهور وبالجمهور وحده. تفضلوا تفضلوا قربوا قربوا المغامره تكفي الجميع حد ما ينحرم منها. سفاري صيد كبير اضرب نضرب قرص نقرص خطف نخطف والغني يتبعثر في الشيء اللي داه والفقير يطيح ويزلق على عنقفه. انا ما نضيع شبابي. انا مليت من هاد السينما. مليت نشوف الاخرين يشدوا الرحال وانا جامد في بلاصتي. انا تاني باغي نمشي نسافر وما نعطي حتى لواحد وكاله على احلامي. رشيد مالي مالي انا جايينا. يما فتحي الباب غاولي. كيف ماني مريضة ما نحلهمش الباب. أنا تاني راني مريضة ما بشوش كي نديك يا خوك حبيتو تهبلوني. مالي مالي أنا جايين. يعيشك. أختي طاوس سالم بولغدير
بصح ما قلتيش بلي عندك اختك. مساء الخير. واش راكي لاباس؟ يدك باردين؟ كنت نغسل. سمحوا لي. واش بلي اختك هذه؟ الطاوس تحشم من خيالها. جوز جوز. علاش مازال في وقتنا بلات لي حجبوا؟ ها هو الدليل. ريح لي ريح. شوف يا سليم، انا راني كرهت على الصح ولازمني نروح. وقتاش تروح؟ قريب. وين تروح يا رشيد؟ شوف يا سليم، راني نغلي دخلاني، ربما نبالك عايش في الاوهام، بصح في صدري تقدي النار. كل ما نربط كارطون تاع الصبابط نتخيل كاش واحد يلبسو يسافر به. تضحك. شوف نقابة الملاحة التجارية دفعت مبلغ الاشتراكات شهر واللباس بالدراهم الفاتورة تاع تريسيتي. وكي قطع لكم تريسيتي تندم؟ داك الوقت ما نكونش انا نكون بعيد. خمت على يمك، خمت على اختك. انا شبه البربة. صح يشبه لك. صعلوك بن صعلوك. شوف يا غاز في سني عنده 17 سنة من اللي هاجر وسمع فينا. رشيد استعقل شوية ونعل الشيطان. هادي العجوز اسمع تضرش فيها بزاف. فينكم يا صغار؟ يما ما كانت تقدمني ليه؟ وليدي تكلم لي عليك بزاف بزاف، حتى قلت لي راشد علاه تحرم فينا من هذه الشخصية مثل هذه العنقة؟ عرضو يتعشى عندنا. مدام العنقة؟ العنقة، العنقة هو ذاك الطير اللي يعيش خمس قرون بعد ما يتحرق يتولد من دار جديد من الرماد ديالو. أيوا نقعدوا سي بولغدير تفضل، راشد افتح لنا شوية طاقة سخانة. تفضل. بدات سخانة ومع هذا مازال ما دخلناش في فصل الصيف، بلا شك راح نتحرقوا نشواو. نخبرك يا سي بولغدير، في رأيي المتواضع السخانة تطلب الأكل الخفيف والبس الخفيف. ما درت لكم عشوة خفيفة. وتصور ثاني بالصدفة سعيدة فتحت صندوق جهازي. يا حسرة يا زمان. وتفاجأت بهذا الروبة. لا موضة تاعها فاتت، لكن أنا مرتاحة فيها، مرتاحة فيها ما تقدرش تصور. إما نعم حنوني. ولا شرها وجد. على بالك بلي الطاوس هي المستكفى بهذه الأمور، يا هل ترى راشد تقدم لك الطاوس؟ إيه هي اللي. هي اللي فتحت لكم الباب، إما لا تعرفتوا على بعضكم بعض مليح. إيه. تعرف يا سي بولغدير قليلة، قليل نجبروا طفلة كيما الطاوس، كل صباعة صنعة، سيادة على جمالها وسرها وخفتها، لا لا الحمد لله بنيتنا شاطرة، مسرارة، قفزة والزينة كتشوف بعينيك، يسعد من يخطبها. انا حنا في وقتي انا كنا صغار كنا ما نعرفوا لا طبخ ولا طرز، وكان عندنا الخديمات، وكان عيب عند بنات الفاميلي يقوموا بالاعمال المنزليه، كان عيب ما كنا نعرفوا نديروا والو. انا اعوذ بالله من كلمه انا يا سي بولغدير خطبني غير فلان وفلتان، لكن ما تزوجت غير مع هذاك الباشا اللي تشوفي في الصوره. شفتوا راه مسافر ما نعرف وين. وقيلا كثرت عليك الهضره يا سي بولغدير. لا 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 وانت واش تحكي لنا؟ واش انا رشيد؟ نعم يما. واش وجد الحشا ولا مازال؟ الحشا راه فوق الطابله. واختك وين راهي؟ راهي في بيتها. طاوس اي تفضل سي بولغدير. هيا نتفضلوا للميضه الطابله. سي بولغدير تفضل انت تقعد هنا. صح. رشيد هنا. طاوس ما تخليناش نستناو الماكله تبرد. طاوس مع اليما. اي هيا نستنى نحط لك سي بولغدير. تفضلي. تفضلي له. اها سي بولغدير قولي. لا لا صح. لا كلش خفيف كيما قلت لك، حشيوه خفيفه سخانة تطلب الاكل الخفيف. طاوس ثاني ما قلت والو. طاوس كل بنتي هاك تحبي فاكيه؟ كل شويه فاكيه. طاوس تفضل. والله وش بيك طاوس؟
كول طاوس. طاوس ماشي مليح حد اختك تمد في الصالون. مش بيك طاوس ماشي مليح حد. والو والو قعدت بزاف في الكوزينه والسخانه ما حملتش. بدي اختك تمد في الصالون بديها ما حملتش سخانه بزاف في الكوزينه. سيبوا الغدي هي اللي طيبت العشاء. راكم تسمعوا راه مطر هذا وكيلا مطر هذه لا ها وغاثنا ربي باش اليوم مطر هكذا تبرد شويه الحال. سيبوا الغدير كل تفضل حاسبك رشيد اها راح دو هذا كنت لكم على جيتكم وين كان سيدنا موسى في عليه السلام كي راح النور تعرف الجواب يا سيبوا الغدير نعرف الجواب كان كان فضلان ولا حد يتحرك حتى شعل الشمع رشيد روح جيب لي الشمع روح شتعطي هنا تريسيدية زياد عشينا طعم فاسو ما شاء الله عشي وخفيفة شبهت يا خير سيبا هايلة هايلة مانا سيبا الغدير تقدر تشوف النار على شرح خاطينا هذا السن هذا يا أنا تاني خاطيني إيش هنجرب جرب تراش جرب رشيد روح معاه تبدأ مدام الكونتر راهو مليح باقي من عندهم رشيد واش يما خلصت تريسيتي بعد فهمك ومن بعد ومن بعد بارك الله فيك يا رشيد تحت من عيش تحت من علينا نعيشوا في القرن اللي فات صح معليش مدام بدو بلا شمع خير سيبوا الغدير هذا يعني باللي طبعك رومانتيكي بس هذا ما ينسي نشغل في رشيد اسمي مدام لا لا والله ما نتعبوك معنا وشنو نسينا نسينا مرة نسيت نسيت طاوس راهي وحدها في الصالون يعيش كسي بو الغدير معليش تروح تونسها تقعد معها شوية اه معليش هاك خذ الشمعة معاك تفضل رشيد رشيد ايا لهنا ايا عاوني رشيد هيا هيا كيفاش كنت تحسي في روحك؟ خير ملي كنت وين نحط الشمع؟ معلش نحطو هنا نريح في الأرض بعدين نحس روحي مليح كي نريح في القاعة ها؟ غدا نحس روحي مليح أنت ما تحبيش تريحي في القاعة قعد قعد دوني تعاك ريحتي في الثلث الخالي راكي في الظلمة مالاش نشوف فيك قربي براو راكي تحسي روحك مليحة هكدا أنا راني كيل باشا رشيد عنده الحق تي تحشمي بزاف على حسب شوفها انتي كيما بنات زمان تاع لا موضة قديمة خلاص اسمحي لي راني نقصر بركة مازالك محافظ على صوتك كي زمان انا سمعتني غير من قبل شحال من مره ما شفيتش عليا شايفك انت مقبل وانا نقول وين شفتك وين شفتك بصح ما كناش نعيطوا لك طاوس اسمع اسمك راه تعرفي سامي زويب جاف
انت يا سويشه بصح رشيد ما على باليش بلي خوك وكنا نقراو في قسم واحد. لا لا كنا مع بعض في لاكوارال. لاكوارال صح. اثنين ولا اربعه ولا خميس. وانت كنت دائما تجي متاخره ها؟ كان يصعب عليا نطلع الدروج ورجلي لاصقه في البروتيز. كان يجي في بالي كل خطوه نعملها كنجي مع القصف الرعب. وكي نوصل نسيب الاستاذ والتلاميذ كلهم جالسين وكان يتحتم عليا نروح حتى نلعب صف قدامهم وكلهم يخزروا فيا على خاطركم. على خاطرك كنت شابه. على خاطر كنت نحشم. وكان عدى بما يخلص حتى يبدا درس الغناء. طاوس اخ ما كنتش تزعفي بكري كنا حيطوا لك زويوشا زويوشا. بالعكس على بالك بلي ما كنتش نخالف وكل محاولاتي باش نربط علاقه مع الناس كانت فاشله. علاش؟ يمكن ما كنتش نعرف كيفاش نتعامل معاهم. على خاطر كنتي معوقه. على خاطر نتكعون. وهذا الشيء كان يعرقني بزاف. علاش كان يعرق لك؟ علاش كان لازم عليك تغلبي عليها بما كان؟ حاولت بصح ما قدرتش. طاوس كان انسان واحد اللي يقدر يعاونك انت الناس كلهم عندهم مشاكلهم وعيوبهم ما كاينش غير واحدك. تعرفي انا مثلا كي كنت انت مثلا ماشي كيف كيف انت كنت شاب ذكي نشط عندك موهبه ومستقبل وتغني مليح. راك شافي على الاوبيرات اللي كنت تغني فيها قرصان البحر. قرصان البحر شفتيها؟ بروغرام خبيتي كامل هاد الوقت. شوف 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 كيفاش كنا شحال كنت متمنيه توقع لي عليه. واش اللي منها؟ كانوا البنات كل دايرين بك. كان لازم عليك تقصديني. كنت خايفه عليك الظن. واش الظن؟ كانوا البنات كل يحبوك. ها انت تاني طاوس هل اسمك كريم؟ زويوشا. ها؟ طاوس. تفضلي أنسة. شحال في عمرك طاوس؟ في شهر جوفي ندير 24 سنة. تقراي؟ حبست. علاش؟ النقط ما كانوش ملاح في امتحانات. وملي حبستي مشيت واش درتي؟ عملت ستاش مدرسة تجارية صح ما تشكرش ما قدرتش نكمل. علاش؟ كنت نحشم برجلي. كيفاش تحبسي قرايتك تضيعي مستقبلك على جال إعاقة صغيرة ما تدارش بالعين انتي اللي كبرتيها وضخمتيها في خيالك هذا ما كان. بصح ما قدرتش نبقى بلا ما نعمل حاجة. حيواناتي تاخذ مني بزاف الوقت. حيوانات؟ حيواناتي صغيرة مصنوعة بزجاج تحتاج ديما العناية. تعرفي الدال اللي فيك انتي طيحي من قيمتك بزاف وما عندكش ثقه في نفسك. انا تاني كنت هكذا. شوفي تحبي نعطيك نصيحه اعتبري نفسك خير من الناس في كل شيء. فاش حبيتني نعتبر نفسي خير من الناس فاش؟ في كلش شوفي الناس اللي دايرين بك كاش واحد عنده خسره من خسايلك. انا بكره راني نكسر راسي في باطل كي نخدم الصباح ونقرا في الليل وندير دروس اضافيه في الموسيقى وفي الانفورماتيك ماشي في باطل. انا خططت المستقبل تاعي خلاص وفهمت كلش بلي هادي بلي على ثلاث حوايج المال العلم والسلطه وما تحسبينيش مغروره صح. قولي لي انت واش اللي يهمك انت؟
يما تسميهم حديقة الحيوانات الزجاجية. شوف هذا هو القديم فيهم، عنده 13 سنة. أرد بالك تكسر هيش بزاف. أوكي أنا شوية فرفش نكسره. لا لا ما عليش، عندي فيك ثقة. من واجبي ما نفرقش بيناتهم، بصح نفضل هذا عليهم. علاش باش يكون هذا؟ ما شفتش القرن اللي عنده في الجبين. واحد القرن. علاش مازالوا موجودين في وقت ما وكيبقى وحده ما يضيقش خاطره؟ ما نظنش كيبقى مع حيوانات الأخرى. وين على بال؟ عمري ما سمعتهم يتفتنوا. يتفتنوا. طاوس. شوفي خير ايش هكذا شوفي. دير لك حيوانات زجاجيه. شوفي ها شوفي. شباب صح. شوف كيفاش يلمع في الضوء. يحب النور مغروم بالنور. شوف شحال شباب. هاك تسمعي موسيقى؟ جايه من برا. طابك صحيح. ما نعرفش شنو هذا. والله شنو هذا. سهلة ما نعرفش. نوري لك سهلة ما تخافيش. تبعيني برك وبلا عقلك مزال فيا. بلا عقل. فوالا. هاي. لا لا ما تخافيش سهلة سهلة. واحدة زوج ثلاثة. هاي. هاي. لا لا عاودي. زوج ثلاثة برافو. شحال باش معانا؟ معليش معليش بحر عليهم بحر عليهم معليش. هكذا كيبدو يحكموا ولا يشبه الاخرين. طيب اش راكي شايفه؟ نجعلهم يديروا له عمليه جراحيه ونحاولوا القرن نتاعو. كلشي فيك شباب. عيني كي يديك شعر كلشي فيك شباب. نعم. ما نشغل لك بلا خطاش راني معرض عندكم. انت تستاهلي باكثر. تعرفي انت لازم لك واحد اللي يحميك. واحد اللي يحبك. قولك صح ما نقدر نوعدك بوالو. انا راني خاطب بنت نتفاهموا انا وياها ونتحب. ما تقولي والو ما تهدرش. تعرفي تمنيت لو كان كنتي اختي نلفك بالحنان ونعلمك الثقه في نفسك. يا هادر يخليك شي حاجه. ما انت ما زيش نشوفك. طاوس تعرفي من اللي عرفت بختار وليت انسان واحد اخر. باش ما تنسانيش. الله شتو هذيك البروده طاحت بعد المطر درت لهم واحد الشربات هايله. يا عم راسي بو الغدير تسمع لها اغنية الشربات. الشربات ايش اغنية الشربات باش عليها؟ شربت الشوق والغرام الغالية شربناها حتى عريش الدالية. هي هاك الشر. تفضل تفضل سي بو الغدير. صح تفضل. طاوس وش بك؟ وش بها طاوس؟ حكينا انا وياها شويه تفكرنا ليا معاك كيما لا تعرفتوا على بعضكم بعضا. انتم ولي اولاد الجيل هذا تهتموا بزاف بالامور نتاعكم ماشي كيما احنا بكري. انا كنت صغيره كنت زهوانيه على روحي. مازال كيما تبدلتيش مدام. يعيشك اليوم والله راني زهوانيه نتاع الصح. ليله ليل تعيد حد ما سلاني ونساني كيما انت يا سي بلغدي. والله ليله ليله ليل تعيد تاع الصح والله خسر على راشد اللي حرمنا من كل هذه المده. لكن اللي فات مات. الان مرحبا بك في كل وقت وماشي بالمناسبه لكن باستمرار كل يوم مرحبا بك بابنا مفتوح ومرحبا بك في اي وقت. وانا نفهم روحي نفهم روحي نفهم روحي كيكونوا الشباب مع الشباب. لا لا مدام اسمحي لي راني رايح انا لازم نروح. كيفاش تروح يا وليدي صار هذا ونزاد؟
راكي عارفه واجي انت فهمتك خلاص هي. انت شاب عاقل وتحب الخدمه تاعك على بالي معليش المره هذه نسرحوا بصح بشرطه انك تسهر معنا المره الجايه ما نقدرش مدام انا ما تقدرش تقول لي واش من نهار يساعدك وتفضل انا مشغول نخدم في النهار ونقرا في الليل وما نقدرش تخدم في الليل وفي النهار كيفاه اسمح لي مدام ماني مزروب لازم نروح عندي موعد مع بختي لازم نشوفها درك بختها شكون هذه بختها؟ خطيبتي بختها خطب طفله؟ ايه وناويين نتزوجوا هذا الصيف ان شاء الله ما قالناش رشيد ما على بالوش رشيد و اسمحي لي مدام اسمحي لي طاوس ما ننساكش ايه ما تنساش النصيحه ديالي ها مدام يعطيكم الصحة على كلش بلا مزية كتر خير بلا مزية وليدي ونتمناو لك حياة سعيدة أنا وطا يا خي طاوس نتمنى له حياة سعيدة بقى على خير مدام نتمناو لك حياة سعيدة بلا مزية كتر خيرك ها بلا مزية بلا مزية بقى على خير بلا مزية بقى على خير بلا مزية روح الله لا تردك رشيد سيبوا الغدير نتاعك خاطب ورايح يتزوج رشيد واش كاين؟ برك انت من القراوش تاعك انت يرحم والديك هما يكفيني يا سالم راح بصح اللعبه لعبتها انت على الصح يا رشيد الراجل خاطب وراح يتزوج سالم خاطب هذا الشيء اللي قالها لنا دوك بدا هذوك قال علينا هو وقف انا ما على بالي كيف ما على بالكش باش يخدم معك فلوزين ماشي صاحبك يخدم معك فلوزين اما لوزين مضرب هو اللي يخدم فيه ماشي مضرب اللي يستخبر فيه عمرك ما تتبغي تغير عمرك ما تتبدل انت دائما عايش في السحاب يا الاناني وراك رايح وين؟ رايح للسينما هاي هذه قالت لهم رقدوا بعد ما بهدلتنا رايح للسينما وكل ما خسرناها انا واختك على جال باش نستقبلوا اختي ببختة روح للسينما روح وما تهتمش بامك المحقورة ولا باختك معوقة روح للسينما روح اسمعي روح ومادامك طبعي فيها الروح وماشي للسينما روح لعبة لعبة هذه تاع الصح اللعبة تاع الصح روح للسينما روح Thank you.